أنا بهرامي. طولت ولا رديته؟ قمت سكرت الخط. الحقيقة أنا فكرت بالموضوع كتير. خلاص أنا بدي بيع. أنا بكرة بدي نسق مع سكرتيرتي مشان تجهز كل الأوراق. يرجى من الدكتور جندقي التوجه إلى قسم الجراحة. يرجى من الدكتور جندقي التوجه إلى قسم الجراحة. هلا رح يفيق بلا ما يشوفك بهذا الشكل. امشي خلينا نروح. يلا إذا بتريدي. بترجاكي. يلا نجمة. ندى 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 سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة سامحني بس شوي. ايه هاي السنة كمان نسيت؟ شو رأيك بهالمفاجأة؟ كل شي عنا موثق. شكلك متفاجئ يا صاحبي، أكلت المقلب. لك هدول الزعران كيف فاتوا لهون؟ يي علينا. بس مهندس، هلأ هذا اللي طلع معك؟ من عداكي انتي وكل الضيوف اللي معك، بس أنا حسابي مع هالبني آدم. وهي كمان تسجلت وبالتاريخ، قلت لي إنه حسابك معي. ماشي منشوف. حاجتك بقى سياوش، وحياتك عندي هلأ بيجي وبزتك انت والتاريخ تبعك من الشباك. تعال انفخ شمعاتك، لازم نقطع القالب. بهالتياب مو حلوة، لازم البس اواعي تقطيع القالب. رح اغسل ايدي مشان ما حدا فيكم ينعدى بانفلونزا الخنازير. عن اذنكم. عفوا منكم، بس لحظة وهلأ برجع. دير بالك عضيف. ايه ولا يهمك يا شباب، ضيفوا حالكم لحدا يهجر. عن اذنك. لا لا يا شباب، وانت كمان حدا يقطع الجاتو. نجمة خالو، بدك انا انفخ الشمع بدل افشين؟ افشين لا تتأخر. ما بدك مساعدة حبيبتي ندى؟ لا حبيبتي، نجمة هون. أنا كمان وصيت على العشاء، هن رح يجيبوا ويضيفوا وينطفوا، رح أكون مع الضيوف. أفشين هلأ بيجي. ماشي. يرجى من الدكتور بهمني التوجه إلى الإسعاف.
يرجى من الدكتور بهمني التوجه إلى الإسعاف فورا. رضا راح يوصلك على البيت. لا بدي ضل هون، من حقي إنه أبقى. أنا ما بعرف شو عملت أو غلطت بحياتي ليصير هيك معي. أنا إمتى أذنبت لحتى توقع كل هالمصايب فوق راسي؟ ولا أي شيء، أنت ما عملتي أي شيء. ليش أنا غلطت بشيء قد ما غلطت أنت؟ أنا كنت بالسنين الماضية رضياني ومقتنعة بوضعي، وما كنت أطلب منك شيء أبدا. أنا بس كان بدي أثبت حالي قدام أبي وعيلتي مشان راسي ضل مرفوع قدامهم. وهلأ لساته راسك مرفوع نهيد؟ اللي كان ساكت دائما هو أنا، وأنا كمان كنت ساكتة، ما كنت أحكي أي شيء ولا كنت أعمل شيء. التأني الزايد بيخلي الواحد يغلط، مو هيك؟ ما بيغلط؟ بيغلط، بس أنت خليتينا كلياتنا نصمد. لا تلومي حالك، إذا في واحد لازم يوطي راسه هو أنا. بتخليني ضل الليلة عند ابني؟ أعطيه فرصة، هو لازم يتجاوز هاي المرحلة. أنا بعرف ليش هو ما بيسترجي يطلع بعيونك. لازم نساعده هلأ كرماله هو. أنا كل شي عملته لهلأ كرمال عيونه وبس. اعتمدي علي، بس ساعديني، أنا لحالي ما بقدر. خليني ضل الليلة هون معك. ما بدي ضل أنت لحالك. بعدك الصبح رح أروح. ماشي رح أروح أقول له لرضا يمشي. صحيح أنت مالك برداني؟ لا اللي أفشين وحياتك، لما كنت عم تقطع الكيك تمنيت لك شي شغلة؟ ايه بس كان شي خاص. والله شي خاص، ايامك يا باش مهندس. ايه عطيني هالمسخرة من ايدك لقلك. لك شبك ليش هيك عم تعمل؟ انا حكيت اليوم مع مقتدي. وبعدين؟ ما عملنا شي، بس قعدنا نتفاوض. ونهايته يعني؟ شو بيعرفني، خبصت ومشي الحال. قديش؟ 20% من كل الأسهم. طبعا الحكي لسه عندي أنا، بس أنا مالي متعود على الشراكة. تتعود؟ ايه بعرف، بس هذا ما بيكفيني سد نص ديوني. طيب انت أمور شغلك ماشي منيح، ليش عم تتدين كتير؟ بس مصاريفي كتير يا سياوش. تعرف لطيفة على طول بتقلي انه ندى كتير مبذرة. ندى مبذرة؟ ايه مبلا، بس هي عندها ايجابيات. مو مهم. تفضل. يسلموا ايديك. شكراً لك.
صحة وهنا. نحن ضروري نأمن له الكمبيوتر. خرب الكمبيوتر اللي عنده. أنا راح أتابع له دروسه. طالع ذكي لإليك. وطالع لك بالتحفظ. إيه نعم، متحفظ. مهرداد، رجع لي حامد تبع زمان. ما راح أطلب شي تاني منك، بس بدي منك ترجع لي ابني. رح يرجع ان شاء الله، رح نرجعه. اشربي كاستك. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, dieci, due, dieci. Marlo, verde, bianco, marlo, bige, blu, marlo. Bianco, uno, due, tre, quattro, cinque. أنت بتعرف منيح أنا شو عم قلك، ما هيك؟ معناتها حط هذا الشيء المنيح بمخك المليان دارات ومكثفات. هون مو أنت اللي بتعطي الأوامر، أنا اللي بقلك شو لازم تعمل، وين بتروح وين ما بتروح. معناتها أوعك تلعب معي. إلك أسبوعين ومعطل الفريق كله كرمالك. ليك عم قلك، إذا رحنا على ماليزيا أو إذا ما رحنا، بدي إياك تشتغل مثل الرجل الحديدي. لازم تشتغل، وإلا رح ساوي منك حديد مصدي. يعطيك العافية. شو عم بتقله حضرة المهندس؟ الحكي المزبوط. يمكن على قليلة تفوت بمخ الشيء الآلي. شو صار؟ معندين لساتنا واقفين محل مو نحنا. طيب شو المشكلة يا حضرة المهندس؟ هذا وعم يشتغل منيح، والشباب كلهم خبرات ومشاركين بالأولمبياد. فهمني وين المشكلة؟ كل هالكراكيب المرمية هون وهون بتدل إنه في ميزانية بتكفي، وشفت بعينك قديش الشباب تعبوا ليل نهار. حضرتك مدير المشروع لازم تتصرف يا أستاذ. هدول الشباب المساكين ما عم يحسنوا يناموا الليل من كتر حماسهم. شو صاير شي؟ أنا ما عدت مدير المشروع، عزلوني عن المشروع. طيب ليش عزلوك؟ عم يقولوا المشروع التغى، لهيك ما عم بدو مدير. حكيهم مزبوط. حضرتك شو قلت؟ مالي خلق على الأخذ والعطاء، وإذا بدي صر أكتر رح يفكروا أني ناوي على شي سرقة. بدي اشتغل بمكان تاني، بعشق هالشغلات.
هون ما زبطت بتزبط بمكان تاني. انا لساتني ما خبرت ولا واحد من الشباب. انت عم تغلط، اذا بتقلن احسن. الشباب معك على كل شيء. شو بدي اقلن يا حضرة المهندس؟ بدي اقلن انه بعد كل هالروحات والجيات بالبرد والشوب خلص ما عاد في شيء. انا اجيت لودعك بدون ما اعمل اي مشاكل، بس قلبي مو مطاوعني. انا ما رح اسكت يا حضرة المهندس، انا صار لي سنة على هذا المشروع وسخرت كل امكانياتي مشانه، انا ما رح اتراجع. بعدك شاب، في كتير شغلات رح تشوفها. رجاءا. انا كتير سمعت كلمة لا بحياتي، بعرف اي وحدة بتتصلح واي وحدة بتطير البني ادم، هي من النوع التاني. يمكن انت بس اعتبر حالك ما سمعت شيء. بتصور اني روح على شغلي احسن لي. يعني بدك تقول انه ايه مثل ما توقعت، قالوا لي انه لازم اقدم استقالتي. خاطرك حضرة المهندس. الو مرحبا، عفوا ممكن تعطيني رقم تليفون شركة شاهين فكر فراز او شفا فكر فراز اذا بتريدي؟ شكرا، مع السلامة. شنطتك لازم تضل هون، إذا ما بتاخدي معك شي بيكون أحسن، وهدول كمان تخلصي منهم. مكشوفة روحتي، لازم أنشر إيدي ورجلي بالمنشار. فيكي تاخدي معك سمانة إذا بدك مشان تزبطي الشغل. شو رأيك أخذني ما معي؟ وهيك كمان ما بصير مكشوفة. رح اعتبر حالي ما سمعت شيء. إذا ما بتشوفيها بيكون أحسن. لا تقومي تخافي وتتراجعي. أنا بدي خاف وتراجع؟ لو كنت بدي خاف ما كنت وصلت لهالمرحلة. المصاري إلى ريحة عطر حقيرة بتشد البني آدم لعندها بقوة. فهمينة؟ هي فاضية؟ عاملين جيبة سرية من برا، هالطريقة ما بتنكشفي نهائيا بالتفتيش. ليش في تفتيش وتنبيش وهيك قصص يعني؟ إذا بدك تتراجعي لروح دور على واحد كفو أكتر. لو كان عندك حدا خرج ما كنت أنا هون هلأ. في غيرك حرج، معبى منك كتير، يعني مفكرة انه ما في غيرك بالدنيا؟ انا فهماني نقك، فكرة المصاري والسفر لساتها ببالك، قلت لأخذ بإيدك لحتى تحققي كل اللي بدك اياه. انا بصدقتنا كنت بدي المصاري تروح عجيبتك لحتى تنحل عقدي من المية اللي عندك. شو؟ شطحتي لبعيد كتير، كل يوم بترفعي السقف شوي شوي، عم تشدي وترخي معي؟ عجبك عجبك، وإذا ما عجبك دقي راسك بالحيط. إذا بدك تضلي عم تتدلعي وبس نوصل لوقت الشغل تتراجعي، أنا بنفسي رح مشي الشغل. ولهلأ ما صار شي، مو الحق عليك الحق علي أنا. خليك تبيعي الخردة لأشوف فيك تعملي مصاري سفرتك ولا لا. هلأ ليش طلعتي بالعالي وخبصت الدنيا هيك؟ أصلا أنا اللي قلت لك بدي عمليات كبيرة. أنا بس كان بدي حسن الشغل شوي. بس أنت هيك ما حسنتي شغلك يا غزالي، أنت عم تتولدني وأنا ما عندي خلق. إذا أنا متمسكي فيكي لأنه شغلك بيفرق عن التانيين ومو نصابي، وهلأ كمان هيك، وأنت جريتيني لهون بسبب المصاري. لا تتركيني.
فضي موبايلك، حطي هاي الشريحة فيه. أنا كمان معي وحدة، لا تتصلي فيني إلا عند الضرورة، ولا تحضني لي شنطايتك بالطريق، ولا تشيليها بطريقة تخلي العالم يشكوا إنه فيها شي مهم. هاي النصائح صارت قديمة، كانت من دروسي الأولى. أكيد سعر كم جرام بيفرق عن سعر علبتين. المهمات الكبيرة شي تاني. أنت رايحة مكان حلو مشان تنبسطي، وموديلك مثل موديل المراهقين، بس ناقصك شوية أواعي مثل أواعي المراهقين. يعني في كتير أماكن، ليش نقيتوا هالمكان؟ بيروح لهنيك من كل أنواع الناس ليشتروا ويعملوا سياحة ويقعدوا بالقهاوي ويلعبوا كمان. المكان اللي فيه أولاد بيسرحوا وبيلعبوا أأمن من غيره. المكان اللي معبى أولاد كتير بيضايقني، مالي خلق على العياط والصياح، لأني بحس حالي كبرت كتير على عبن وغلظتهم. المكان اللي فيه أولاد ما بتقدر الشرطة تضرب رصاص فيه، ومنشان الأولاد ما يخافوا شرطة ما بيزهروا سلاحهم وإمكاناتهم. بس ديري بالك من شرطة السوق نفسه، هدول بينتبهوا لكل الأشخاص اللي بيحوسوا كتير. طيب إذا فجأة خربت الأوضاع شو؟ ارمي شنطايتك بسطل الزبالة وفوراً تتخبي بشي محل تجاري، وإذا بدك بتواليتات أو بتهربي على الدرج. شو أعمل بس وصل؟ ضلي عم تحوسي لحد ما يجي حدا لعندك، وعلامته إنه شايل شنطاي مثل شنطايتك بالضبط. طيب إذا إجيت ومئة واحد شايل مثل شنطايتي؟ رح يكون لابس قميص كارويات، رح يجي لعندك لحاله. ليش عم تفوت من هالبوابة هي يا سيد؟ وين المشكلة يعني؟ لا تأخذ وتعطي معي. طول بالك يا زلمة. سيد رضا اخذه على المكتب. طول بالك، طول بالك يا زلمة. تمسك منيح، برافو يا شب يا عيني. ياها يلا اطلع يا شب. ايوه يلا اطلع لفور قبل اشوف. برافو. ايوه يلا واقف على حيلك. برافو عليك، برافو. معلش يلا مين كمان؟ يلا مين بده يجرب حظه؟ يلا تعال اشوف، بدي الابطال يجوا لعندي. يلا وينكم؟ وينكم يا شباب المستقبل؟ تعالوا لعندي لشوف. يلا اطلعوا وتمسكوا منيح وشوفوا كيف رح تطيروا. يلا مين رح يتحدى؟ يلا وينكم؟ شو ما في حدا؟ ما عم بسمع. انا اخترعت لك بنت اخت اسمها ناسترين. الشخص اللي بده يجي
رح يسألك انت خليتها لنسترين؟ انا كمان جبت بنت اختي على اساس انه تلعب مع نسترين. بتعطي شنطة وبتاخدي شنطة وبتطلعي لبرا لعندي. هالبساطة. انت خالتها لنسترين؟ ممكن تقلي وين مقبور لهلا انت؟ ايه. وانا جبت بنت اختي لتلعب مع نسترين. هات الشنطة مرقة. لا تستعجلي. بدي اترك شنطايتي هون وروح على الالعاب. بتاخدي شنطايتي وبتحملي حالك وبتمشي. وما بتمدي ايدك على شنطايتك، فهمتي علي؟ امرك يا معلمي. خاطري. اعطيني بالونين لو سمحت. الو نسترين، انا بصراحه كثير انبسطت. أنا بعتذر كتير بس علقت بالزحمة. علقت بالزحمة؟ خليت الناس الأوفياء يصيروا غدارين؟ بدك تشرب شي قبل العشاء؟ مو متعود. جبت لك رصيد الشركة. رجعوا خليه محله. أنا إذا شايفني متردد شوي بس لأني بعرف الشركة عم تخسر. على سلامتي يا سيد، أنا محامي بس بعرف بالحسابات منيح. الشركة عم تقوى يوم عن يوم. سيد مقتداي لازم نوضح كل شيء من هلأ. واضح. أنا حطيت مصاريه بهالصفقة مو من شان الربح. ببعض الأوقات هيك بيكون الواحد بيجي على باله. أنا بحب الشغلات اللي فيها حماس. أصحاب الأسهم رح يوضحوا كل شيء، وأنا وإنت لازم ننهي كلامنا هون أحسن من اجتماعنا بالشركة. ننهي كلامنا؟ إذا الشركة بلشت تخسر فبيكون السبب هو أفشين. المهندس بهرامي هو اللي شال الشركة من الصفر ووصلها لهون. أفشين ما عاد يحسن سيد مقتداي. هو عنده شوية مشاكل ما عم تخليه يفكر بطريقة منيحة. هذا مو أفشين اللي أنت كنت تعرفه. فهمت. أنت بدك صوتي. أنت دائما هيك بتفوت بالموضوع مباشرة. ايه يا عادة المحامين. بالمقابل شو بدي اكسب؟ مصاري. لا تغلط، قلت لك احيانا يجي عباله الواحد يفوت ويشتغل هيك قصص. انا بهي الصفقة مو لحالي، معي شريك كمان. اها فهمت. معناته هلا جاي لعندي منشان تعرف شو رأيي بهي القصة. برافو. انا بحب الناس الواضحين والصريحين مثلك انت. تعرف ليش؟ لأنهم بيعرفوا تماماً شو حجمهم، بيعرفوا بداية القصة ونهايتها. هلأ عم تطلع الموضوع مقتداي. ايه وأنا عندي شريك، وانت ما فيك تضحك على كل هاي العالم. أنا هيك يعني لازم كل الشركة يكونوا حتى أحكي، ومنشان هيك اجيت لهون أنا. بس برود بتصير مثل السم. مرحبا. أهلين. مرحبا. هلأ صار فينا نحكي عن كل شيء. هاي هي شريكتي.
ايه كيف كان الشغل؟ سهل بس مو مثل شربة المي. ليكي تهمينا انا بشتغل هالشغلة بس ما بعرف انا هالمرة عن جد خفت شوي. الشغل القوي بده قلب قوي كمان، والمبالغ المحرزة ما بتجي ببساطة. افتحيها شوي خليني اشوفها. شامي ريحتن ما اطيبها؟ بس شم ريحة المصاري صدقيني بنتشي. شميهن لك حاجة بقى تهمينه. والله عن جد شميهن. مبياتشي موتو، يعني بجننوا كتير. شفتي؟ في شي محرز لحتى عم قلك. خدي 5 رزم منن. حستك هون رح أعطيك إياها، خديهن. أنا لازم روح مشوار. عندي شغل كتير ضروري. خدي رزمي كمان، هاي هديتي إلك إكرامية. ريحتهم كتير حلوة بس للأسف رح يروحوا بسرعة. معناتها فيك توقفيلي بهالقرنة بلكي بنزلهم. ماشي. ديري بالك على حالك. هالمضروبة على قلبها بالبيت؟ هلأ اجت بتصور فاتت تنام لشوي. نام؟ بهيك وقت بالنهار؟ ليش هذا وقت نوم هلأ؟ ايه تعبانة يا محمود، خليها تسترح لشوي قبل ما نتعشى قليل لحتى ترتاح وتنام بهالطريقة. ليش انا طلبت منها تروح تشتغل؟ كرمال الله لا تعاندها، هدول صبايا هالأيام بينبسطوا بهيك شغلات انه يعتمدوا على حالهم وما بعرف شو وما يكونوا عالي على حدا. شو عملت اليوم؟ ولا شي، من الصبح للمساء على برمة الدولاب، وبعد كل هالتعب ما صح لي ولا طلب. انت كيفك؟ طمنيني عن الببو، مانك متضايقة ما هيك؟ Thank you.
دنيارو همين دل تنگيو دل با پسی هارو همين آرو توی قلبت نگه دارو خودت رو دست این کابوس نسپارو به من برگرد از این اصرار از این سرگیجه تبدار از این احساس غطا از خودت بیزار از این بیراه رفتن دست بردار از این بیراه رفتن دست بردار حافظت میره بری عاشق شدن از حافظت میره همین جا رو همین گوشه دنیا رو همین دل تنگی و دل با پسی ها رو همین ها رو توی قلبت نگه